بتشتغل ايه؟ محدش عارف انت بتشتغل ايه على الهوا. معي طبعا صديق وزميل الصحفي، مش هقول بقى الناشط السياسي، لا، عضو ائتلاف شباب الثوره والصحفي الاستاذ خالد الليمه. وكنا بنتكلم على مقال هو نشره حديثا، فقال لي الاخوان والفلول كانوا بيسالوه هو انت بتشتغل ايه؟ قلت اقروا المقال، اقروا المقال. انا بشتغل. بما اننا صحفيين النهارده هتشاركني في تعليق على الاخبار. يشرفنا. اهم خبر طبعا اندلاع الزوابع في مصر، مش الزوابع الترابيه اللي احنا شايفينها النهارده عمالين نسف تراب من الصبح جامد جدا لدرجه المطار الطيارات ما كانتش قادره تنزل، لكن اندلاع الزوابع في مصر ردا يا خالد على زياره المفتي للقدس بدون تاشيره اسرائيليه. جمعه بيقول الزياره غير رسميه، وقوى سياسيه بتقول له زيارة خزي وعار، والمستشارة تهاني الجبالي بتقول شرخ في جدار مقاومة التطبيع. صحيح. هجمت عدة قوى سياسية وشخصيات عامة. أنا عايزة أقول لكم أساسا الصور على الشاشة لزيارة فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة إلى المسجد الأقصى، وقام بزيارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة وقام بالصلاة فيها. الحقيقة هجمت شخصيات كتيرة زيارة المفتي، لكنه الحقيقة هو قام لافتتاح كرسي الإمام الغزالي التابع لوقفيات الكراسي العلمية التي افتتحها مؤخرا الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. الحقيقة انه احنا شايفين طبعا بقية الوفد اللي موجود لافتتاح كرسي الإمام الغزالي، وتعتبر هذه زيارة غير رسمية بيصاحبوا فيها وفد كبير واضح من الأردن ومن القدس. الحقيقة يعني في هجوم كثير على هذه الزيارة، لكن ونحن نرى الآن على الشاشة صور حصرية من انفراد من الأستاذ محمد مصطفى عبد الرؤوف مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في القدس ورام الله. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا دكتوره هاله. بهنيك على الانفراد بهذه المجموعه من الصور الرائعه. عايزين نشوف الصور يا شباب. استاذ محمد، كيف كانت الزياره في رايك؟ والله الزياره كانت بدات النهارده حوالي الساعه 11 او 11 ونصف ظهرا. فضيله المفتي كان بيرافق الأمير غازي بن محمد. أيوة. هو كبير مستشاري العاهل الأردني ورئيس ملف القدس يعني في الحكومة الأردنية، وكانوا بيهدفوا زي ما حضرتك قلتي لافتتاح كرسي الإمام الغزالي للدراسات الإسلامية في الوقف الأردني اللي في المسجد الأقصى. زي ما حضرتك عارفة إنه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس كلها بتخضع لإدارة أردنية طبقا للاتفاقيات القديمة. والحقيقة أن فضيلة المفتي والأمير غازي تم استقبالهم بحفاوة بالغة داخل المسجد من الشيخ محمد حسين زي ما ظهر في الصورة، والدكتور عزام الخطيب واللواء أمين الأوقاف، والدكتور عبد العظيم سهلب رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية. وتجول فضيلة المفتي في المصليات اللي في المسجد الأقصى، المصلى القديم والمرواني والقبلي وقبة الصخرة، وختم جولته ب صلاة الظهر في مسجد البراق وأم المصلين فيه. أي. وتوجه بعد كده لزيارة متحف الآثار الإسلامية، وده متحف مغلق لا يفتح إلا يعني لكبار الزوار، لأنه بيضم آثار نادرة من العهد العثماني، وبيضم بقايا المنبر بتاع صلاح الدين اللي اتحرق سنة 69، وبوابات قديمة وأثرية للمسجد الأقصى تم استعادتها من الاحتلال الإسرائيلي. أي. ده هو في الصورة دي عند حائط الصورة دي اللي هو ماسك فيها الحلقة دي، الحلقة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ربط فيها البراق ده في مسجد الله البراق. الله أكبر. لا لا ما شاء الله عليه. الحلقة اللي ربط فيها البراق.
يعني صورة تاريخية. عايزة أقول لك أستاذ محمد مصطفى عبد الرؤوف مراسل وكالة الشرق الأوسط في القدس ورام الله معنا على الهاتف في انفراد وصور حصرية. عايزة أقول لحضرتك أنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قال في تصريح لبوابة الأهرام أن زيارة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إلى بيت المقدس لا يوجد شرعا ما يمنعها إذا كانت تصب في صالح أهل المقدس. وأضاف أن الحصار الإسرائيلي والتضييق على المقدسيين أدى إلى تعطيل زيارتهم وإغلاق حوانتهم وإصابة اقتصاد أهل المقدس في مقتل، وأن ما دامت هذه الزيارات تشجيعا لهم فلا بأس منها. أنا عايز بس أقول لحضرتك على حاجة يا دكتورة. أيوه. النهاردة علشان لو في سجين مسجون ظلم في سجن ما. أيوه. وأنا عايز أزوره فلازم باخد إذن من السجان الظالم. أيوه. وده لا يعني بأي حال من الأحوال الموافقة على ما يقوم به السجان من ممارسات، ولكنه نصرة للسجين المظلوم. أيوه. الصورة اللي قدام حضرتك دي فضيلة المفتي في قبة الصخرة اللي صعد منها الرسول إلى السماء في الإسراء والمعراج. صلى الله عليه وسلم. أيوه. إيه أهم اللحظات اللي انت شفت فيها تأثر فضيلة الشيخ فضيلة المفتي عندما دخل إلى المسجد الأقصى؟ يوجد في داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى دولاب زجاجي في بقايا القنابل الغاز، ده جندي إسرائيلي في المسجد. أيوه. بقايا الغاز قنابل الغاز قاعد على المنبر ده. فتحوا المنبر تكريما ليه وصعد على المنبر المسجد الأقصى. دي صورة تاريخية. الله أكبر. أيوة. فهو عندما وقف أمام الدولاب الزجاجي الذي يحوي القنابل الغاز التي أطلقت داخل المسجد وأثار الرصاصات بكى. رأيت فضيلة عينيه أغرقت بالدموع ويعني تمالك نفسه بصعوبة لأنه طبعا فضيلة المفتي جمعة رأيته رؤية العين يبكي يعني. عينيه دمعت وكان كان يعني تأثر بشدة. أي ال ال الفلسطينيين كان إحساسهم بإيه ورد فعلهم في المدينة لزيارة فضيلة المفتي؟ والله الصبح حتى بداية من الصباح يعني الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية رحب بشدة بالزيارة وألقى كلمة خلال الزيارة أكد فيها على أهمية هذه الزيارة لدعم الفلسطينيين والمقدسين على وجه الخصوص. وطوال اليوم طبعا أنا كنت مع فضيلته في القدس وعلى ما رجعت رام الله كان ردود فعل مرحبة سواء من حركة فتح سواء من البطريركية الروم الأرثوذكس. في موجود معاه. ردود فعل مرحبين جدا. حركة تخيلي سجين بيزوروا ناس. أيوة. فطبيعي أنه بيكون فرحان. أيوة. عايزة أقول أسألك هل قام بزيارة أماكن أخرى؟ اعتقد انه زار الاوقاف المصري. بعد ما زار المسجد الاقصى توجه الى كنيسه القيامه، الصوره اللي امامنا دي في كنيسه القيامه اللي كنيسه القيامه. ايوه. التقى ببطرك الروم الارثوذكس الاب فوليوس الثالث والتقى بالكاهن اللي على شمال فضيله. أيوة. المفتي ده. الكاهن ميصائيل كاهن الكنيسه المصريه في كنيسه القيامه. ايوه. والتقى بعدد كبير من رجال الدين المسيحي وزار الرخامة الأثرية التي غسل عليها جثمان السيد المسيح ودخل بصحبة الأمير غازي والبطريرك الروم إلى داخل القبر المقدس ونظموا له جولة في كنيسة وشرحوا له معلمها وفتحوا له غرفة تضم رفات القديسين. هذه الغرفة لا يدخلها إلا كبار الزوار. هل كان هناك أي يعني إشارات منوئة للزيارة من أي جهة من الجهات؟ لا هنا لا. في مصر طبعا فيه. لا يعني في أثناء الزيارة ما فيش. لا لا لا. كان بشكل. أيوة. هل كانت الزيارة مفاجأة لأنه يقال أنها كانت سرية؟ لم تصبح سرية. عرفت بيها امبارح بالليل في وقت متأخر. أيوة. لم تصبح سرية على الإطلاق الآن. عرفت بيها امبارح متأخر يعني. في وقت متأخر. كان شعورك إيه وأنت مصري وشايف المفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة يقف إلى جوارك في مسجد الصخرة أو في المسجد الأقصى؟ طبعا شعور جميل وأنه أعتقد أنه أول مسؤول مصري رفيع بيزور القدس من أيام الرئيس السادات. أيوة. واعتقد انه مكانته الدينيه كمان يعني حضرتك زي ما شفتي سمحوا له بطلوع المنبر وامن المصلين في مسجد البراق في صلاه الظهر. مين دول اللي سمحوا له؟
يعني المسؤولين عن الاوقاف الفلسطينيين، المسؤولين عن الاوقاف المسؤولين الفلسطينيين والاردنيين. انا بحسب الاسرائيليين. لا الاسرائيليين بيبقى يعني وجودهم لغايه بره المسجد، يعني هو الحرس الاسرائيلي دي كان في ضابط جنبه في البنك. طب انا عايزه اسالك سؤال. احنا عملنا حلقات، وطبعا احنا يعني لو حضرتك نتصل بيك في حلقات اخرى هامه جدا، لاننا قدمنا حلقه عن الانفاق السريه اللي لم تعد سريه، اللي اصبحت سياحيه، التي يقومها الاسرائيليون تحت المسجد الاقصى بهدف زعزعته واقامه هيكل سليمان مكان المسجد الاقصى، وهي خطط معروفه ومسموع عنها، واظن كانوا بيحتفلوا بالنفق رقم 36. وكانت معايا الاستاذه الصحفيه الفاضله سهام ذهني التي الفت كتاب بهذا الخصوص، وكنت انا اتابع هذه القضيه من يزيد من 15 سنه يا استاذ محمد. هذه الانفاق هل شاهدها او علم عنها شيئا فضيله المفتي؟ فضيلة المفتي ما دخلش من ناحيه الانفاق، لان الانفاق من جهه اخرى يعني، بس هي تحت المسجد، ده في نفق منهم بيطلعوا منه على المسجد جوه. لا انا الحقيقه انا دخلتها وقمت بجوله فيها لمده ساعه وثلث، وهم عم فاتحينها للسياحه بشكل عادي. المنظر اللي حضرتك جايباه دلوقتي على الشاشه ده نموذج مجسم للهيكل في احد الانفاق، عاملين جوه حاجه زي الصوت والضوء. للهيكل، الهيكل المزعوم يعني. الهيكل المزعوم طبعا. وعاملين اعداد للناس وعاملين شوارع. الجوله بتاخد ساعه وثلث مشي في الانفاق تحت الاقصى. انا بس عايزه اقول لك عشان حضرتك، لاني بتابع الموضوع ده من 15 سنه وكنت بدات حلقات عنه منذ 15 عاما، انه اياميها ما كانش فيه غير يمكن نفق واحد او اثنين، دلوقتي وصلوا 36، واحنا بنقول في قرى عرب وتجاوزوا المسجد الاقصى ووصلوا لغايه بلده سلوان كمان في جنوب القدس. يعني وصلوا بالانفاق لغايه سلوان. ما اظن ده اللي كان افتتح مؤخرا. واحنا عندنا، عشان كده بقول هتابع مع حضرتك في حلقات اخرى هذه القصه، لانها تصيبني وتصيب كل مسلم بالانزعاج والغضب الشديد، ان هم يستمروا في اقامه هذه الانفاق بهدف يعني عمرهم ما يشوفوه ان شاء الله، انه يريدون اقامه هيكل سليمان مكان المسجد الاقصى. ولذلك انا اقول دائما افيقوا يا عرب، وأتذكر مقولة البابا شنودة حينما أجريت معه حوارا بهذا الشأن، وقال إن هذه الخطط موجودة منذ عشرات ومئات السنين ولكن العرب لا يقرؤون. شكرا أستاذ محمد مصطفى عبد الرؤوف. تعليق أخير منك عن زيارة فضيلة المفتي؟ والله كانت زيارة رائعة من حيث الحفاوة ومن حيث الاستقبال، ولكن كان ممكن أنها تتم بشكل أفضل لو كان تم تنسيق أكثر مع الجانب الفلسطيني. شكرا، وحنكون على تواصل بإذن الله إن شاء الله. بصير شكرا على هذا الانفراد الرائع من أستاذ محمد مصطفى عبد الرؤوف مراسل وكالة الشرق الأوسط في القدس ورام الله. حصلنا على هذه الصور، يعني حط لنا صورته على المنبر، لأنه الحقيقة صورة تاريخية، والصورة التي يمسك بها بحلقة البراق يعني. لا بس في صورة كمان لازم نجيبها دكتورة، اللي كان ماشي فيها في حراسة الضابط الإسرائيلي، عشان مهم جدا الناس تفهم. فندي ما كانش فيه صورة، في صورة كان ماشي قدامه ضابط. لا بس كان في صورة فيها ضابط. أنا بس عايز أقول لكم الأستاذ عمرو سلام نسي أنه مصور ونسي أنه برنامج ونسي الموضوع ودخل انقلي عليه يا حبيبي، هو في الضلمة انقلي عليه وأنت عمال تعمل لنا لا ايه يا ابن الله، وقاملنا من الكرسي وهيتخانق. صوته طالع ماشي، بس اديني فرصه يا عمرو بعد اذنك. قال لك لا ما كانش ماشي في حراسه الضابط الاسرائيلي. الضابط كان موجود. طب الضابط كان موجود في هنشوفها في الشارع على فكره بين المصريين. الضابط كان موجود ولا لا؟ كان موجود. بس خلاص انا مش عايز حاجه ثانيه، ما انا مش عايز حاجه ثانيه. يعني انت مشكله ان الضابط موجود، يعني لازم يبقى في حد. بس انا بس عايز طيب ماشي، بس انا عايز اقول حاجتين. الحاجه الاولى قال لك في حراسته، دي كلمه كبيره قوي. لا هو في حراسته ورايح اكيد. اهي الصوره. لا يا سيدي، لا يا عمرو والنبي ما تعمليش فيها بتاع ده. جندي ماشي في لوحده كده لا في واحده تانية مش مع فضيله المفتي. في واحده تانية ده ماشي في المسجد من جوه بعيد عنه. لحظه بس في صوره ما تقوليش ماشي في حراسه جندي احتلال اسرائيلي مفتي الجمهوريه، ما تقولش كده. طب اديني فرصه. طيب لا هو انتوا بس يا شباب. طب اديني فرصه. خالص هسكت خالص. في صوره تانية جت والزملاء يقدروا يرجعوا لها. الكتافه بتاعه الضابط الاسرائيلي هي اللي باينه في لحقت تشوف الكتافه؟ طبعا شفتها بس ايه، ودور لي على الكتافه. هي دي اهي. ده ايه
ده ممكن يكون ضابط فلسطيني. لا طبعا ده ضابط اسرائيل. ده ضابط اسرائيل. لا طبعا ده ضابط اسرائيل. اللي انا عايز اقوله ايه يا سيدي؟ ده حاجتين. رقم واحد، لا ده مش دي مش النجمه بتاعتهم. دي كتافه. ما نعرفش حد يقول لنا. كلموا محمد مصطفى، سالوه ايه الكتافه اللي قدام. دي كتافه بتاعت سالوها. اسالوا لنا محمد. وعلى العموم يعني من حيث المبدا، الموضوع مرفوض اصلا زي ما قالت. اساله لنا بس من حيث المبدا، حتى لو ده مش ضابط اسرائيلي، مع ان انا متاكد انه ضابط اسرائيلي، بس من حيث المبدا الموضوع مرفوض. مفيش حاجه اسمها دي زياره غير على رسمية. طول سلبيه سلبيه سلبيه. دي عايزين يا دكتوره ليه ما نشوفش في الزياره حاجه ايجابيه؟ انا ما بدافعش، بس انا شنوده حضرتك استعرتي كلمه للبابا شنوده وقلتي هو قال العرب لا يقرؤون. العرب لا يقرؤون. برضه البابا شنوده قال انه مفيش ولا مسيحي هيزور القدس الا وهي محرره. ده برضه كلمه للبابا شنوده. واعتقد انه مش بس البابا شنوده، كتير من شيوخنا الافاضل والعظام رفضوا زياره القدس وهي تحت الاحتلال الاسرائيلي. بس هذا ليس تطبيع. الحاجه الثانيه، وهاجي في موضوع التطبيع. النهارده سمعت تصريح للمستشار بتاع المفتي بيقول انه اصل التطبيع ده مصطلح سياسي. ده كلام مش صحيح. وانا الحقيقه مستغرب انه المستشار بتاع المفتي مش عارف يعني ايه كلمه تطبيع. تطبيع هو ان تكون العلاقات طبيعيه بين، او ان تقام علاقات طبيعيه بين بلدين في العلاقات الدينيه، الفنيه، الثقافيه، الادبيه، السياسيه، كل ده. وانا اعتقد انه هو ده اللي بيسعى ليه، اللي بتسعى ليه سلطات الاحتلال. وانا اعتقد انه ده مش هيفيد القضيه الفلسطينيه على قد ما هيضرها. ده باختصار تعليقي على موضوع. يعني انا عايز اقول لك حاجه. انا ارفض بشكل شخصي. انا واعرف انه كتير وقطاع كبير جدا من المصريين هيرفض زياره المفتي من حيث المبدا. شوف بص للصوره. بص الانسان على وجهه كلنا وهو ممسك بالحلقه اللي ربط فيها الرسول عليه الصلاه والسلام البراق. دي لحظه كلنا الواحد لما بيخش الكعبه ولا ما بيلبس الكعبه، احنا كمسلمين ده حقنا. حاسه ان هو مسك بالنيابه عننا كلنا. لا حقنا طبعا، حقنا، بس احنا كمان مش على قد او لا نستحق هذه الزياره طول ما القدس محتله. لا نستحق هذه الزيارة طول ما القدس محتلة. فده يبقى حقنا لما نقدر نحرر القدس. لما نقدر نحرر القدس يبقى حقنا كلنا نروح. إنما طول ما القدس محتلة أنا أعتقد ولا من حقه ولا من حق أي حد. الشيخ جمعة مشي في المسجد الأقصى وهو تحته أنفاق عاملها سلطات الاحتلال. مشي في المسجد الأقصى وهو تحته أنفاق عاملها سلطات الاحتلال. أنا أعتقد أنه كان يقدر يخدم القضية الفلسطينية. والله هي مش غلطة جمعة، غلطة الحكام العرب وغلطة العرب كلهم الذين تقاعسوا سنوات وسمعين بقالنا 15 سنة بنقول يا الحق بينفوا بيبنوا الأنفاق تحت هذا الأثر. هؤلاء الزعماء الإنساني التاريخي، هؤلاء الزعماء العرب كان لهم شيوخ سلطان، منهم الشيخ علي جمعة. ليهم شيوخ سلطان كانوا بيدافعوا عن بس الأنظمة. يا عمري لو سمحت، كانوا بيدافعوا عن الأنظمة الاستبدادية. نعم. الضابط كان في الكنيسه ولا في الجامع؟ في النهايه هي بالنسبه لي مش هتفرق. هي الضابط ماشي معاه. الضابط ماشي معاه. ضابط من الاحتلال. احنا مش شايفين، ما تجزمش، احنا شايفين بتاع ما نعرفش مين ده وما نعرفش موقفه. مش يمكن حارس امن في الهباب. لا ده ضابط اسرائيل. في اسرائيل ده ضابط حارس امن. مش ضابط. حتى لو ما كانش فيه ضابط ممكن يبقى حارس امن مش ضابط. حتى لو ما كانش فيه ضابط، حارس امن حتى لو ما كانش فيه ضابط. لا لو كان ممكن نحن جميعا. حتى لو ما كانش فيه ضابط، حتى لو ما كانش فيه ضابط، لانه رايح القدس وهي محتله يا دكتور. رايح عشان كرسي الامام الغزالي. الامام الغزالي لو كان عايش كان هيقول ما تروحش. يعني الغزالي لو كان عايش كان هو دخل بتأشيرة إسرائيلية. أنا ما أعرفش دخل بتأشيرة ولا مش بتأشيرة. مش هتفرق. مش فارقة عندي. لا بيقول لك ما دخلش بتأشيرة إسرائيلية. مش هتفرق. ما اتبعش. مش هتفرق. إنما رايح بتنسيق مع سلطات الاحتلال. لا حضرتك لو في تأشيرة إسرائيلية يبقى في تطبيع. لو ما فيش لا لا مش صح. مش التأشيرة هي الموضوع. بترتيب مع الأردن مع الأمير الأردني. رايحين عشان كرسي الامام الغزالي. يا دكتوره رايحين طبعا. عشان كرسي الامام الغزالي. مش ممكن يدخل هناك من غير تنسيق مع سلطات الاحتلال. بص انا متاكد من انتوا مش عارفين تركزوا معلش في المعارك على الصح. على العموم يعني راجل رايح في زياره دينيه. انا كان لازم اقول تعليق. قول اللي انت عايز. بس انا قلت بس تعليق. انا برضو بقول لك راجل رايح في زياره دينيه، احنا مركزين على ده وسايبين الهم اللي احنا لا فيه. لا مش هم مش سايبينه. مين قال ان احنا سايبينه؟ احنا نازلين يوم 20. طب وريني بقى. مين قال ان احنا سايبينه؟ نازل يوم 20 ليه تاني؟
مش طبعا مش نازلين. لا انا عايزه اقول بقى كان عمال يقرا في الجرنان وخده من ايده وما خلانيش اقرا. طبعا الفجر كما عودنا الاستاذ عادل حموده انفرادات كبيره الاسبوع الماضي، كان له انفراد اول لقاء، اول لقاء في الصحافه مع السيد عمر سليمان، وهذا الاسبوع يقدم الجزء الثاني من هذا اللقاء. لأول مرة الوثائق الكاملة لجنسية أم أبو إسماعيل الأمريكية، يعني الوثائق وجايبين الوثائق وجايبين في كل وثيقة سببها ومكتوب فيها إيه ولماذا التزمت بها اللجنة الرئاسية. الفجر في جحيم السويس، طبعا لازم نتكلم عن السويس واللي بيحصل في السويس. في عنوان الحقيقه الاخوان يفصلون قانونا جديدا لتعويض الشاطر برئاسة الحكومة. دي خبطة منك بقى أستاذ عادل، يعني الترتيب دلوقتي الرئيس يكون الدكتور محمد مرسي، ودي خبطة يعني أعتقد أستاذ عادل دايما يعني ليه كده نظرة يلفت نظر المناطق كده، نكون احنا كلنا بنبص يمين هو بص تلاقيه جاب لنا حاجة، عنده حدس صحفي ما شاء الله عليه. أيضا العنوان الأساسي في جريدة الفجر عايزين نشوفها يا جماعة، تصفية عمر سليمان، عنوان آخر في شدة الإثارة، الاغتيال، السجن أو الهجرة إلى السعودية، يكشف الفجر الاتصالات السرية بين المخابرات والإخوان. نحاول الاتصال بالأستاذ عادل عشان الصفحة الثالثة. عادل حمودة يكتب يا خالد مصر سلخانة الإخوان، ده هنا سؤال مهم جدا، الخضير يهدد بالقتل والشاطر يعود للكفاح المسلح رغم أنف الجنرالات والانتخابات الرئاسية في موعدها وفشل البرلمان في وضع الدستور يفقد مبرر وجوده ويفرض حله وانتخاب غيره، والإخوان يريدون السيطرة على الجيش والجيش لن يرحل عن السلطة لو جاءت حكومة دينية. موضوع واضح انه متفجر. معنا على الهاتف استاذ عادل حموده، اهلا وسهلا استاذ عادل. اهلا يا دكتوره هاله، ازيك؟ حضرتك الحقيقه يعني الاسبوع ده والاسبوع ده طبعا دايما الفجر كلنا يعني بنقبل عليه كل اسبوع للاسرار الموجوده فيه والصحافه المتميزه، لكن الاسبوعين الاخيرين دول انت حيرتنا يعني. معي أيضا الأستاذ خالد تليمة بيشاركني في قراءة العناوين، لكن أنا عايز أسألك على كذا عنوان. على خالد الحقيقة أنا واحد من المعجبين به، ربنا يخليك يا أستاذ عادل. والحقيقة أنا بعتبر أنه يعني نموذج للشاب اللي قدر يقلب الدنيا في البلد دي. أشكرك يا فندم، ربنا يخليك. لكن يعني يمكن كان الأفكار السياسية اللي بيقولها وبيقولها زمايله الشباب اللي هم فاجأونا ووضع رجولة المصريين في حرج في 25 يناير اللي قبل الماضي، إلا أنه في الحقيقة أنا يعني بأطالب شوية ببعض البراجماتية. أيوة. لأن ما يكان ما يسمى والبراجماتية مش الانتهازية زي ما أنت عارف يعني. إنما عايز السياسة المصرية، سياسة الشباب تكون لها رجلين على الأرض. أيوه النبي قول لهم يا أستاذ عادل. مهمة جدا يعني. لأنه كنا بنتكلم معهم في فترة الحماس الشديدة وقلنا لهم أنه المواقف أحيانا تبدو رومانسية جدا ولكن بتخسرني، وكان كلنا عندنا تقديرات أن الكثير من المواقف اللي أخذها الشباب 25 يناير أدت بنا نحن عليه الآن في سيطرة الإخوان المسلمين، وزي الإخوان المسلمين ضحكوا عليهم وعلينا وهم ضحكوا عليهم الأول يعني، ودي قصة تانية على كل حال يعني. بس أنا يعني يعني أنا عارف إن مش موضوع يعني، لكن بجد المناسبة لأنه زي ما بيقول العتب على قد الإعجاب يعني. ربنا يخليك يا استاذ عادل، برغم ان انا عندي تعليق على حضرتك بس لما تخلص حضرتك المداخله. احنا خلينا نتكلم على العدد غدا ان شاء الله استاذ عادل، او الليله هيكون في الشارع ان شاء الله. الاخوان يفصلون قانونا جديدا لتعويض الشاطر برئاسه الحكومه، وهذا العنوان لا ينفصل على الاخوان يريدون السيطره على الجيش والجيش لن يرحل عن السلطه لو جاءت حكومه دينيه، وحربط العنوان ده كنت بتكلم مع خالد دلوقتي انه حضرتك ايضا في داخل الفجر غدا في الحوار مع اللواء عمر سليمان وملف الاتصالات السريه بين المخابرات العامه والاخوان. حضرتك اربط لي بين الثلاث عناوين.
خلينا نبدا الاول بالجزء التاريخي اللي الاول مره بيكشف عن طريق مدير المخابرات السابق عمر سليمان اللي هو ملف الاتصالات. يعني عاده احنا كنا معتقدين انه ملف الجماعات الاسلاميه والتنظيمات الارهابيه والاخوان المسلمين في ايد امن الدوله. ايوه. ولكننا فوجئنا بما طبعا فاهمين انه المخابرات العامه لازم تتابع، لكن الحقيقه ما كناش متخيلين ده ملف اساسي عندهم. هو بيقسم هذه الاتصالات في ثلاث مراحل تاريخيه. المرحله الاولى سنه 64 عندما قام الرئيس جمال عبد الناصر بالغاء حاله الطوارئ او حاله الحاله الاستثنائيه، وقال الاخوان يخرجوا من المعتقلات والسجون ويعودوا للحياه العامه بشكل اساسي. ولكن يبدو انه رئيس المخابرات العامه في ذلك الوقت صلاح نصر، وكان رجل قوي وهو المؤسس للجهاز بكل مميزاته وبكل عيوب صلاح نصر، كان متوجس من الاخوان وحس انه لا، هم مش طبيعي التنظيم ده من 8 ومن سنه 28 وميال للعنف، مره قتل قاضي ومره فجر كثير من المباني ومره قتل رئيس الحكومه، يعني في تراث من العنف. بعد 6 اشهر بالظبط فوجئوا بان هم بيعملوا اغتيالات لجمال عبد الناصر، وايضا بيعملوا ترتيبات لتفجيرات لمحطه الميه والكهرباء والمنشات العامه، فكان مكان اللي هو قبض عليهم في تنظيم 64. طبعا اللي كانوا شباب في تنظيم 64 هم دلوقتي اللي بيقودوا الجماعه، اللي هم بيسمى القطبيين نسبه الى سيد قطب في ذلك الوقت يعني. طبعا انتهى الامر بسيد قطب بالاعدام شنقا، ولكن الحقيقه انا ما كنتش موافق دايما على اعدام اي مفكر يعني. لان اعدام اي مفكر ينقله من الحاله البشريه الى الحاله الساميه الكبيره، يحوله الى شهيد كبير يعني. المرحله الثانيه كانت بعد تولي عمر سليمان قياده المخابرات العامه في 91، وفي المرحله دي كان رايهم ان علينا ان نحيد الاخوان المسلمين والا بحيث الا يشاركوا في العمليات الارهابيه اللي كانت مصر بتعاني منها في ذلك الوقت. فجرت اتصالات كبيره جدا بالاخوان المسلمين في ذلك الوقت على اساس ان هم يعني ايه ما يتورطوش في مساله العنف ولا يتورطوا في مساله التمويل، وان كان من المعروف انه بشكل او باخر قد خرجت جماعات الارهابيه بشكل او باخر من تحت اباءه الاخوان المسلمين، فكثير منهم بدأوا الاخوان المسلمين وانتهوا متطرفين. المرحله الثالثه اللي هي بعد 25 يناير اللي هي مرحله الاتصالات المباشره بين عمر سليمان شخصيا والحوار اللي تم ومساله البحث عن حزب وتقديم حزب، وهم اللي بدوا بالحكايه دي. انا كنت يعني عملت حوار مع نائب المرشد السابق محمد حبيب وقال لي بصريح العباره، وهذا شاهد من اهلها زي ما بيقولوا، الدكتور قال ان احنا كنا انا اللي هو محمد حبيب ومهدي عاكف وايضا كان خيرت الشاطر بيقعدوا مع رجال المخابرات ويتكلموا على تقسيمات الكعكه او كيكه الانتخابات في 2005. صحيح. اختلفوا والمرشد السابق اعترف بده 34 وهم دول تجاوزوا الحد 88 وبدا اصطدام بشكل او باخر. ده كلام عمر سليمان وانا شايف انه ملف مهم جدا. وكلام المرشد السابق للاخوان مهدي عاكف، هو اعترف بده في حوار ليه قبل الثوره انه احنا عقدنا صفقه في 2005 مع النظام. طيب يعني ايه اذا حكايه بقى الكفاح ضد النظام والنضال ضد النظام مع تحفظ الشديد على ما جرى لبعضهم في السجون والمعتقلات الخاصة بالنظام المصري السابق. أنا متحفظ طبعا على قضية الحريات بشكل حاد جدا لخصومي قبل الأصدقاء يعني. ده الجزء بتاع عمر سليمان. زي ما شفنا أنه في حالة من حالات الغضب الشديد أو حالات الفزع الشديد لما عمر سليمان قرر انه يترشح ويقدم نفسه لرئاسه الجمهوريه. انا بعتقد ان القضيه لم تكن قضيه ان هو ينتصر في الانتخابات، مع انه يا دكتوره هاله الاحلام المصريين يعني بثوره 25 يناير امالهم الفريده والكبيره في هذه الثوره للاسف الشديد تضاءلت وانكمشت حته حته الى ان وصلت الى قضيه بس البحث عن الامن يعني ايه. فيمكن دي احد مبررات قبول الناس لعمر سليمان بالشكل المفاجئ ده، وكان في نفس الوقت نجد انه الاعلام مش معاه في حمله شرسه جدا عليه، ولكن كان يمكن جزء كبير جدا في اعتقادي من الشارع المصري كان معاه، ايا يعني كان ده صح او غلط. فوجئنا بقى في البرلمان، ودي كان عنوان مقالتي او شغل مقالتي يعني،
أن في قاضي جليل كان أعتقد نائب رئيس محكمة النقض زي الدكتور المستشار محمود الخضيري، قاضي قانون يعني طلع في البرلمان وقال لو كنا قتلنا مبارك وسليمان ما كانش حد لمنا. طب يا سيدي ما قتلتهمش ليه؟ طب يا سيدي ما قمتش بعمل ثوري على بعضه ليه؟ هو أنت لما تكون القانون لصالحك تستعمله، ولما يكون الغضب لصالحك تستعمله، ولما يكون القتل لصالحك تستعمله؟ يعني الحقيقة ده لعب بثلاث ورقات وشغل حواء سياسيين. حاجة تانية، تاني يوم بعد شوية لقينا السيد خيرت الشاطر اللي كان يعني مخفي تماما طالع بيقول أنا هعود للكفاح المسلح. صحيح أنه تراجع إلى في كلامه وقال الكلام ده ما حصلش، لكن هنا يعني ما يطلق عليه النية السياسية أو الجينات السياسية الوراثية، أن هذه جماعات لا يمكن أن تتخلص عن التراث العنف اللي موجود جواها. تراث العنف؟ وراثي. جين وراثي. ده كلام خطير يعني. اتفضل أستاذ خالد. أستاذ عادل، كنت يعني أولا يعني رأي حضرتك في الأقاويل اللي بتتقال إنه التيار القطبي هو اللي صعد في قيادة جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 96 لحد النهارده، وبدا التيار ده هو اللي يسيطر الى جوار راس المال متمثل في الاستاذ المهندس خيرت الشاطر والاستاذ حسن مالك. ده رقم واحد. رقم اثنين، حضرتك استعنت في العدد بتاع بكره بصوره لظهور ميليشيات لشباب الاخوان في جامعه الازهر منذ عده سنوات واللي دخل على اثارها خيرت الشاطر نفسه. نعم يا فندم، دي القضيه اللي كنت لسه بكمل حضرتك، بقول لحضرتك دي اللي دخل على اثرها المهندس خيرت الشاطر للسجن وتحاكم محاكمه عسكريه. فهل حضرتك هل فعلا حضرتك شايف انه في ميليشيات مسلحه لحد النهارده في تنظيم الاخوان، وهل تخشى صدام مسلح قريب او نيه الجماعه لصدام مسلح؟ لا بص، انا بعتقد انه ان فرصه وجود السلاح اللي بيتباع بسهوله وايضا اللي جه من كافه الحدود الغربيه وغيرها ومن اسرائيل ومن سيناء، بعتقد ان هذا السلاح يمكن ان يصل بسهوله الى ايدي اي جماعه رغبه في العنف السياسي، اي جماعه دينيه ترفع شعار ديني وتدينا فتوى دينيه ثم بعد ذلك تستخدم السلاح. لم يعد السلاح مشكله في هذا الوقت، خاصه في حاله غياب الامن. ولكن انا بعتقد دلوقتي ان هناك ما يمكن وصفه بالحرب البارده بين الاخوان المسلمين والمؤسسه العسكريه. الصوره دي كانت في سنه ايه؟ ده كان تدريبات الميليشيات مش كده؟ ده كان 2007. 2007؟ 2007 في جامعة الأزهر. بس أيوة. إحنا لم نشهد عنف من الإخوان المسلمين في 50 سنة اللي فاتت. لا يعني الكلام مظبوط، أنا بقولش حاجة. أنا بتكلم دلوقتي على لما واحد يقول إحنا جاهزين. لكن حضرتك بتتكلم على واحد بيقول أنا جاهز بالإخوان المسلح، وقاضي طالع يقول قاضي في البرلمان، قاضي نمرة واحد، رئيس نادي القضاء في اسكندرية، قاضي وصل إلى محكمة النقض يرتكب جريمة سياسية بتهديد شخص ما. هذا اللي أنا بأتوقف عنده. بس يعني هو لازم أستنى لو كان القاضي بيهدد بالقتل. اسمح لي واحد أستاذ عادل. جهادي موجود في برنامج تلفزيوني يقول والله ده لو وصل للحكم هنقتله. اسمح لي يعني أستاذ عادل، ده مش ممكن يكون تعبير ثوري لا يتجاوز من كونه تعبير ثوري بيعبر عن الحالة اللي دخل فيها مثلا عدد كبير من المصريين من طرح اسم اللي هو عمر سليمان مرشح للرئاسة، وهو شريك رئيسي لمبارك في كل نظامه في الفترة اللي فاتت. يعني ده ممكن يكون تعبير ثوري مش أكتر والله من كده. يعني اشمعنى التهديد بالعنف ده شيء غير مقبول في كل إحنا لا لا يعني هو في وسائل أخرى للتعبير الثوري وهو مرسوها بالفعل. قالوا إن إحنا نازلين في مليونية ونزلوا. قالوا إن إحنا هنستغل الأغلبية في تطبيق في وضع قانون لتغيير مباشرة الحقوق السياسية وعملوه. يعني واخد بال حضرتك؟ إذن هنا التعبير الثوري هو أنا عديت ما هم عدوا مرحلة التعبير الثوري إلى ما يسمى بمرحلة التنفيذ. ومش محتاج تعبير دلوقتي إلا إذا كان التعبير مرحلة جديدة يطمح إليها. أما الآن هو بيمارس حقه في الأغلبية وقدر يمرر قانون. واخد بال حضرتك؟ مش مهم بقى يطلع دستوري ولا مش دستوري، لكن مرر القانون. قدر عنده تنظيم، يقدر يعمل تنظيم كبير جدا، ياخد بعضه وينزل باوتوبيسات ويدفع فلوس ويروح ويعمل. اذا عنده ادوات. هو عدى مرحله التعبير لمرحله التنفيذ.
يعني احنا النهارده يا استاذ عادل مصر لابد انه طبعا اساسا الانفلات الامني ووضع الشرطه في الشارع لازم يكون اقوى بكثير، ايضا لابد ان ننتبه لتجاره تهريب السلاح الى داخل مصر. لكن السؤال هنا، هل تتصور ان هناك يعني ترسانه سلاح موجوده لدى الاخوان؟ انا 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 طبعا ما عنديش المعلومات ولا اجر ان انا اقول هذا الكلام. أي. لكن بقول من حوارك مع اللواء عمر سليمان، انا بس حواري مع عمر حواري مع عمر سليمان، هو الراجل كان ميزه عمر سليمان هنا انه الوحيد الذي قدامه. انا سالته الحقيقه سؤال مباشر جدا. أي. خلي بالك يا دكتوره. أي. ان احنا الى حد ما متعلمين ما يسمى بالاسئله الاستكشافيه. يعني ايه الاسئله اللي بتكشف الشخصيه؟ وانا مستعد ان اشهد بجد بضمير كامل 100%. انا سالته قلت له طيب يا فندم انت دلوقتي عندك معلومات كثيره جدا عنهم، وممكن تكون عندك معلومات تفضحهم يعني. طب ما تسربها يعني. اقسم بالله العظيم انها كانت اجابته قال فيها انا لو عرفت حاجه عن شخص ما بصفتي اعمل في الامن القومي لا يمكن ان استخدمها استخدام شخصي. يعني اذا انك قال لك انا برضو في النهايه لا يمكن، انا راجل صعيدي عندي قواعدي الاخلاقيه وكثير من الاحيان لا يمكن ان افعل مثل هذا الامر، لكن قال لك انا بتكلم على حوادث فعليه. خلي بالك لو انه حد قاعد قدام عمر سليمان من قيادات الاخوان هو متاكد انه عارف عنه، هو قابل مين في اسطنبول، عمل الديل ازاي في ماليزيا، خد الاتفاق التنظيم الدولي ازاي في جاكرتا، هو متاكد من ان اللي قدامه كده. والغضب من عمر سليمان هو غضب من قوه المعلومات، مش مقصود بقوه المعلومات ان مين اتجوز على مراته، لكن مين خان البلد ومين قدم التنظيم ومين عمل ده. ده انا في اعتقادي حاله الهلع الغير طبيعيه التي انتابت الاخوان المسلمين. انا عارف ان الناس هتتكلم عن الفلول وهتكلم، عارف الناس هتقول انه كان يساعد مبارك وهذا كلام صح، لكن اللي انا بقوله حاله الفزع الشديده دي مش خوف انه ياتي، خوف انه يكشف. وحضرتك تعلمي ان المعلومات هي اقوى ما في العالم الان. مين يقول لنا اخر اجتماع للتنظيم الدولي كان فين؟ مين يقول لنا كم مره سافر عبد المنعم بن فتوح الى بريطانيا وكان مين اللي كان في ضيافه مين وعمل ايه؟ ومين يقول لنا انه المرشد العام للاخوان ده، مين يقول لنا ان خيرت احنا منع؟ طب يقولوا لنا خيرت الشاطر في سفرياته بعد 25 يناير الماضي قبل الماضي راح فين وفين وعمل ايه؟ هم يطلعوا يقولوا الكلام ده، يقولوا لنا ايه حجم الاتصالات اللي موجوده مع الامريكان؟ يقولوا لنا ايه الاتفاقيات اللي اتقالت؟ طيب أستاذ عادل أنا بشكرك شكر كبير جدا على هذه المداخلة، أستاذ عادل حمودة في الفجر غدا، يعني موضوعات متفجرة كثيرا، وبدعوك دعوة على الهواء أن أنت لازم تشاركنا إن شاء الله زيارات مستمرة معنا هنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا أستاذ عادل، وهنضطر أننا نطلع فاصل ونرجع لكم مع ضيفنا العزيز بعد الفاصل. وشكرا يا خالد يعني شكرا على المشاركة. شكرا. إحنا بنشد مع بعض كتير. يلا بقى بعد الفاصل. شكرا يا خالد. شكرا. ضيفي صاحب كتاب موسوعي عن الأحزاب السياسية في العالم الثالث، دشن رسالة للماجستير في علم الثورات، كان أول من تنبأ بمخاض الثورة وأعلنها صراحة في مؤتمر صحفي، انتظر أن يرى مصر تتحرر من أغلال الاستبداد بجبال من الأمل، لكن رصيد الأمل لم يعد كما كان. هو الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر والسياسي ومؤسس حزب النهضة. أهلا وسهلا سعادة الدكتور. حزب الجبهة الديمقراطية. حزب الجبهة. ما هو الجبهة والنهضة كله يمشي. لا النهضة مش حقيقية، مش هتنفع أبدا. طيب. طب كويس ابتدينا بضحكة. طيب. نتمنى حزب الجبهة الديمقراطية يحقق نهضة.
ان شاء الله. كلمه النهضه دخلت دلوقتي يعني عمالين ناخد عصر النهضه الحديث دخل حياتنا. بس انا هبتدي مع حضرتك من الاسبوع اللي فات وحوار هام جدا وخطير، وكان عنوان الحوار خلاني اقف قدامه كده، حضرتك بتقولها بصراحه واذكر ان انا كلمتك يوميها قلت لك الحوار مهم جدا، مصلحه مصر الا يكون الرئيس اسلاميا. يعني حضرتك دلوقتي دغري ويعني في الصميم وما فيش مواربة ولا يعني محاولة إخفاء للحقائق. طبعا هنا يفهم فيه ألا ينتمي لجماعة سياسية إسلامية. أيوة. أما أن يكون الرئيس مسلم طول عمره مسلم. أيوة. فإسلامي أقصد ألا ينتمي لجماعة سياسية إسلامية. أيوة. ومنذ متى كان ذلك؟ يعني إمتى حصلت؟ ما حصلتش قبل كده. أيوة. فأنا عايز أقول أن رئيس مصر دايما بيكون شخصية توافقية، ولأن كلمة توافقية دلوقتي يعني ابتزلت، أقصد شخصية يجمع عليها المصريون، شخصية قادرة على التواصل مع الجميع بلا استثناء. طبعا منذ أن قام النظام الجمهوري في مصر ما يقدرش نقول أن المسألة دي تمت من خلال عملية ديمقراطية، إنما ما يقدرش أقول أنه لا محمد نجيب ولا جمال عبد الناصر ولا أنور السادات ولا حسني مبارك بكل يعني عيوبهم أو مساوئهم كانوا يمثلوا اتجاه أيديولوجي ما، إنما كانوا شخصيات تتواصل مع كل القوى، تتواصل مع كل الاتجاهات، وده شيء طبيعي يعني شيء منطقي. وبالتالي أنا أتصور أيضا في المستقبل أن يكون رئيس مصر رئيس قادر على التواصل مع كافة مكونات المجتمع المصري، رئيس يعكس الروح المصرية الحقيقية بعيد عن أي ايديولوجيات. وبالتالي مش مثلا مش عايز أقول أنه ما يكونش من الإخوان، لا يكون من الإخوان ولا من الوفد ولا من التجمع ولا من الناصري، لا يبقى الرئيس يعني يعكس الروح القومية المصرية العامة الجامعة أكثر من أنه يعكس توجه أيديولوجي ما. أنا أفضل هذا. والشخص ده موجود في مصر؟ هو أو موجود في المرشحين؟ طبعا في بعض المرشحين. الشخص ده موجود هنا؟ يعني لا فيه. كنت توافق أنك ترشح نفسك؟ هل ترى أن أنت ممكن تبقى رئيس لمصر؟ يعني طرحت في فترة معينة ومن خلال حزب عندنا، إنما كانت محسومة بالنسبة لي لأن أنا في الحقيقة كنت بدعم بقوة دكتور محمد البرادعي. أيوة. وحزب جبهة الديمقراطية يشرفه إن هو الحزب أول حزب في مصر رحب بدكتور البرادعي، استقبلناه عندنا في الحزب ورحنا له في المنزل. وأنا شخصيا كنت يعني أرى إنه أحمد محمد البرادعي وذلك الشخص الذي يعبر بالفعل عن الثورة المصرية، واللي كان لو جاء رئيسا لمصر قطعا كانت تفرق حظها يعني كتير. واللي أنا كنت أنتظر على الأقل لما كان مطروح من يأتي رئيسا للوزراء كان ممكن، ومع ذلك لم يؤت به لأن ما كانش فيه إرادة على الإطلاق. لما جاء الجنزوري ده الوزارة الثالثة طبعا طبعا كان الواحد يأمل أنه يجي وبرضه ما جاش محمد البرادعي. تفتكر ليه ما يعني هل المجلس العسكري ما فكرش فيه أساسا ولا في علامة إكس معمولة عليه؟ لا لأنه المجلس ما حدش قال المجلس العسكري يمثل الثورة في مصر، المجلس العسكري النهضي يمثل النظام القديم بس. طبعا صحيح هو تخلص من حسني مبارك، إنما تخلص منه ليس كمقدمة للقضاء على النظام وإنما كوسيلة للإبقاء على النظام، ودي حقيقة يعني اللي احنا شايفينها دلوقتي. المجلس العسكري حافظ على النظام القديم مش 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 أزاله. حضرتك بما أننا اتكلمنا على ثورة يناير قلت أنك ترى ثورة يناير كانتفاضة وليست ثورة. لما الواحد بيسمع كده يعني عايز أقول حضرتك بيحزن. هل هذه حقيقة أم هل هو تشاؤم؟ أين ذهبت الثورة؟ هل الثورة النهاردة هنقدر أننا نلخصها في كلمة انتفاضة؟ حضرتك قلت في موقع آخر من حديثك أو ثورة ناقصة أو مش عايز تقول عليها ثورة. هقول لك يا دكتورة، أنت دكتور، أنا راجل متخصص في العلوم السياسية. أي. وبالتالي أنا لا أتحدث حديث مرسل في السياسة، أنا بتكلم وفقا لخلفية علمية ما يعني. وبالتالي إذا إحنا خدنا مفهوم الثورة كما هو المفهوم كعلم علمي ما أقدرش أقول أن مصر حصلت فيها ثورة. علشان تقدر تقول أن مصر طبعا إحنا كمصريين عاطفيا طبعا هي كانت المظاهر عظيمة وجياشة، وأنا أول واحد في الحياة كنت أزعل من أي واحد يقول لي مش ثورة، لأن أنا كنا نعمل، أنا أتذكر في خضم الثورة أنا كنت في قلب الميدان من أول يوم. وكنا أظن في حزب الغد كان في اجتماع وجت مراسلة فرنسية وكانت في حالة ذهول مما يجري في الشارع وجت بتقول لي إيه اللي بيحصل في مصر، فقلت لها بقوة
يعني قلت لها دي ثوره مش عارفه يعني ايه ثوره، المفروض انت واحده فرنسيه عارفه يعني ايه كلمه ثوره، فدي ثوره. انما الثوره في الحقيقه بتنطوي على تغيير شامل في المجتمع، تغيير في المؤسسات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. الثوره معناها ان يبقى المجتمع يتقلب من الجذور. هل حدث هذا في مصر؟ ما اقدرش اقول كده. يعني علشان تقولي ثوره لازم مثلا يكون حصل في مصر في الشهور اللي فاتت دي حمله قوميه لمحو اميه كل المصريين. لازم تكون حصلت محو قوميه، حمله قوميه للتخلص من قضيه العشوائيات. لازم اشوف نظام جديد للتعليم. لازم اشوف نظره بسرعه دي نقدر لا ان تبتدي الـ 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 يعني تبتدي المقدمات، تبتدي تبتدي بقى تغير المجتمع. ماو تسي تونغ لما عمل ثوره في الصين عمل شويه اهداف صغيره جدا وبسيطه جدا، بس يعني قال احنا عايزين نتخلص من الاعداء الاربعه. عارف الاعداء الاربعه ايه؟ الذباب والفيران وحصافير الحقول مثلا، وحاجه ثالثه مش فاكر ايه بالظبط. انه ينظف الصين. أيوة. انت عارف ايه الصين؟ الصين قاره باكملها. الذباب والفيران يعني صحه الناس، صحه الناس فطبعا الناس تبدو هذا شيء بسيط او هذه لا. دي حاجه يعني الناس. وبالتالي اصبح المجتمع الصيني بعد 3-4 سنين انظف. روحي دلوقتي بكين. طبعا دلوقتي كانها دوله ما فيش يعني دبانه بقى. لا مش فيش دبانه. تناظر افخم عاصمه في العالم. ايوه واخد بالك؟ صحيح. يعني المجتمع ينتقل من حال الى حال، بيبقى حاجه ثانيه خالص بقى. واحد يقول لي يعني الحكايه بقى لها 6 اشهر او ماشي، بس احنا في الحقيقه انشغلنا جدا بالصراعات السياسيه، انشغلنا جدا بتسويات سياسيه يعني قصيره المدى. الثوره معناها تغيير جذري شامل في المجتمع. شوف حاجه ثانيه خالص. انا امشي في تمشي في الشارع، هل مصر اتغيرت؟ تشوف الناس اتغيرت؟ ما حصلش. ومع ذلك علشان برضو يبقى الكلام متوازن، أهم تغيير حصل لهذه الثورة أولا التخلص من رؤوس النظام القديم، بقول الرؤوس مش النظام نفسه، من رؤوس النظام ده إنجاز. إنما الحقيقة الإنجاز الأهم للثورة المصرية واللي هو ده الجانب الثوري في الموضوع كله. بس احنا انهينا فكره التوريث يعني. ما انا هقول لك لا طبعا ما فكره طبعا انهيناها، انما الاهم زي ما بقول لك اهم من التوريث. بس اللجنه التاسيسيه رجعوها على لا خفيف. شوفي بصي اهم حاجه حصلت في الثوره المصريه ذلك التغيير الدرامي العظيم اللي حصل للانسان المصري. دي بقى في الحقيقه انا رايي ده هو التغيير الثوري الحقيقي اللي حصل. المصري الان شخص يختلف تماما عن المصري كما قلت من سنتين. طبعا هو شخص واعي بحقوق السياسيه، صحيح، مهتم جدا بالحياه العامه. مهتم جدا انت دلوقتي كل شويه مصريين ايا كان مصري بيتكلموا في السياسه، صحيح، وبيتكلموا بوعي. لو تتذكري انا عايز اقول لحضرتك انا بمناسبه الوعي وهنشوف دلوقتي خلال الحلقه كميه الوعي السياسي اللي بتجيلي من الشعب المصري على الرسائل اللي على الشاشه والاسئله والكتابه الجميله بالظبط والاهتمام وتفاصيل الواحد بيلاقي في عندهم عمق. هم نفس الناس اللي كانوا موجودين من سنه ونص ما كانوش بيتكلموا حاجه خالص. ايوه ما كانوش بيتكلموا. يلا تبعتوا لنا رسائلكم على الهواء واسئلتكم وتعليقاتكم. اتفضل يا فندم. يعني مثلا لو كنت ساعات لما كانوا في بعض البرامج في النظام السابق لما يقابلوا واحد سائر في الشعب بيتكلموا عن اي حاجه مواطن عادي ساعات يعني تسمعي كلام ده ما فيش حاجه. الناس تقول اي كلام وضعيفه وكانها مغيبه. الوضع يتغير تغير غريب. اصبح دلوقتي ده الحقيقه في الحياه ده التغيير. بس انا كلمه ثوره عندي مش بس هذه التغيرات العميقه. انا رايي لابد تبقى حاجه شامله. طبعا احساس المواطن بكرامته ده هو ده اعظم انجازات هذه الثوره طبعا بلا شك. والمواجهه انا عايز اقول لحضرتك امبارح وانا نازله من المطار وطالعه في شارع هركب العربيه لقيت يعني مواطن بسيط ما بيقفوا بالعربيات مواطن كده بسيط وكبير فبس كده قال لي انا عايز اقول لك حاجه قلت له قال لي ما تقطعيش الضيوف وانت بتتكلم ف يعني بيفهمني اعمل يعني يمكن زمان ما كانش يحس لا لا طبعا طبعا لا طبعا لا انه الناس دلوقتي لا حاضره بقوه حاضره بقوه بالظبط عندها عقل وعندها فكره ويقول لك لا وبيقول لك كلام موضوعي. انت عارف قبل كده يشوف جه يبقى مستوى شافها لا سرحان يقعد يتصور معاها مثلا ايوه دلوقتي ما بقاش كده خالص. أيوة. لا بينتقدها بيناقشها تفرق. أيوة. صحيح. فطبعا حصل تغيير في الشخصيه المصريه ما فيش نقاش ده اعظم ما حصل. انما انا لما بقول انها انتفاضه او بقول انها ثوره غير ناقصه ان لازم مصر بعد الثوره تصبح مختلفه تماما عن مصر قبل الثوره. أنا مش عايز أشوف عشوائيات في مصر. مش عايزين نشوف هذا التناقض الهائل بين الأغنياء والفقراء في مصر. مش عايزين نشوف الأمية. عيب إن مصر في القرن 21 يبقى فيها 30% و40% أمية.
هذا شيء يعني يشيلنا جميعا. لما احس انها ثوره، لما اشوف بقى عارفه الشباب اللي بسرعه نزلوا الميدان ونظفوه بعد الثوره، لا يعملوا فرق بقى لاعاده تعليم وتاهيل ملايين المصريين الاميين. طب مش ده عمل ثوري حقيقي؟ صحيح. نحس ساعتها ان حصل ثوره. ده يمكن بوضح لك ليه انا بقول متردد في الحكايه دي. والحقيقه ده يعكس لك لو انت رجعت للادبيات. انا هسال بقى المشاهدين يردوا شاركونا مع راي الدكتور اسامه الغزالي. انا اسفه بقاطع. لا قوي قوي. هل توافق الدكتور اسامه الغزالي حرب؟ هل هي انتفاضه ام ثوره بالمفهوم الذي يقدمه سعاده الدكتور؟ اتفضل. فهي زي ما تقولي يعني او ثوره في مراحلها الاولى، ثوره ناقصه. ثوره ناقصه. لان انا عايز هي ثوره ناقصه. لازم الناس تشعر ان هناك تغييرا حصل في كل المجالات دي. هو ده هو السؤال في الحقيقه، ان احنا نشعر بان تغييرا جذريا حدث على حياتنا. انا مثلا كنت لسه وانا بروح في طريق الاهرام بمر على وسط البلد. هل الثورة معناها حالة الفوضى اللي موجودة في الشوارع دي؟ هل الثورة معناها حالة الاستمرار كل الصور عدم النظافة وبتعلي في الشوارع دي؟ واحد يقول لي لا المسألة لسه صغيرة، مش مسألة الشوارع. لا لا، ما نتكلمش عن شوارع القاهرة، بل عن مصر كلها. مصر يجب أن تتغير، مصر يجب أن تكون أكثر إشراقا. وبعدين أقول لك حاجة تانية بقى. إحنا مشبعين بالسياسة. مفروض بقى ان احنا نعرف ان المجتمع ما بياكلش اشياء السياسه وبيعيش على السياسه. صحيح. احنا لازم نكون اكثر مجتمع منتج. فكره ان نكون مجتمع منتج دي مساله مهمه. وانا اقول لك سؤال بسيط قوي بس سؤال يعني مؤلم. هي مصر بتنتج ايه؟ ماذا تنتجه مصر؟ هتلاقي حاجات محدوده جدا. اي بلد في العالم في انتاج يعني. أنا متأثر يمكن قلت لك مثال الصين وعايز أكرره تاني. لأن يمكن ده النقيض لنا تماما. حيث ذهبت إلى مجتمع ينتج كل شيء. كل شيء. ابتداء من الأقلام الرصاص وفانوس رمضان اللي بيتصدره لمصر. أيوه. بقى بنستورده إلى الأيباد والأيباد هو اللي بيتصنع في الصين برضه، يعني ده هتلاقيه متصنع في الصين. ففي الحقيقة والفانوس بقى في الصين. كله كله كله. والحقيقة لما الواحد بيحكي كيف يفعلون ذلك شيء مذهل. الصين دي اللي كانت فترة معينة ساعة ما قامت الثورة كان مجتمع ميت. كان يأكله الإدمان الأفيون والفساد والفقر وكل حاجة. دلوقتي فعلا في حاجة حصلت في الحقيقة. ففي الحقيقة يعني أنا مش عايز برضو شوف الواحد لازم ما هو مشكلة النظرة موضوعية إنك بتحاول تجيب كل النواحي، النواحي الإيجابية والنواحي السلبية. وبالتالي إحنا عملنا بداية عظيمة جدا بس لازم نكملها. ولازم نستكمل هذا الذي حدث حتى تتحول من مشروع ثورة إلى ثورة، من انتفاضة إلى ثورة، من ثورة ناقصة إلى ثورة حقيقية وشاملة. وده معناه بقى إن إحنا بقى نبطل شوية بقى ننشغل بالسياسة ونعيد بناء المجتمع ونحول مصر إلى مجتمع منتج حقيقي. هل يعني أقول إنه يمكن من الملاحظات ومن تعليقات الناس سئمت الثورة، يأست، فقدت الأمل لأنه ما فيش نتيجة. السؤال اللي بسمعه من الناس في كل حتة هو احنا رايحين فين؟ يعني الناس كانت الأول مقبلة عايزة التغير وتبقى جزء من التغيير. صح. دلوقتي الناس ابتدوا، أنا بقول لحضرتك نازلة كل حد يشوفني هنعمل ايه؟ احنا رايحين فين؟ ما ايه الحكاية؟ ده حد أكيد حضرتك ليه طبعا. طيب هل الناس يأست؟ لا، ما هو ده يعكس لك برضو قد ايه ان الناس الثورة فجرت توقعات هائلة. ان خلاص يعني قضي على النظام الفاسد القديم وبالتالي الفجر المشرق بقى اللي فيه كل حاجة عظيمة هتحصل. طبعا اولا طبعا ده كلام مش عملي. ما هو برضو في ناس تقول لك الثورة نجحت ما نجحتش. الثورة دي عمل اجتماعي ثقافي نفسي معقد جدا. هو يعني ببساطه شديده عايز عشان اوضح الصوره. هل انا معقوله هدوس على زر او الناس تنام بالليل تصحى ثاني يوم بقت مجتمع ثاني؟ لا طبعا ما ينفعش طبعا. ده لازم هياخد وقت. ولازم ده يكون في ذهن الطليعه الثوريه انها هتغير ده. مش مجرد ان احنا يعني إن وبالتالي في الحقيقه هذا التغيير الشامل مساله ليست سهله ومساله علميه وتاخد تخطيط. والاهم من هذا بقى انا عايز اقول لك أن كل القوى المشاركة في الثورة تضع مصلحة مصر المصلحة العليا
فوق مصالحها الخاصة. هو ده المهم. ايوه ونكون قادرين على اثبات ذلك. نقطة تانية هنا هنتكلم على المجلس العسكري واللي احنا عشنا فيه في الشهور الماضية. والمجلس العسكري مسؤول عن إدارة شؤون البلاد. حضرتك برضو وصفت انه المجلس العسكري تعامل مع الثورة على انها مظاهرة كبرى او انتفاضة، او انه هل المجلس العسكري اعتبرها ثورة منذ اللحظة الاولى ام تعامل معها بشكل احتوائها، بشكل تحجيمها كما ذكرت ايضا حضرتك ليك تعبير محاوله احتواء وتحجيم، يعني كيف تعامل المجلس العسكري مع هذه الثوره؟ هل لم يتعامل معها لانها ثوره؟ لا، هقول لك حاجه، انا قلت تعبير محدد وما زلت اعتقد انه سليم. الذين قاموا بالثوره وبالذات الشباب، طليعه الشباب التي بادرت بالثوره، اعتبرت اقصاء مبارك مقدمه تغيير النظام. ايوه المجلس العسكري اعتبر إقصاء مبارك وسيلة للحفاظ على النظام. أيوة. بالضبط زي واحد كده رئيس شركة أو رئيس مؤسسة فشل فبيشيلوه علشان يحافظوا على على المؤسسة. فهي الحكاية كده إن هم اتشال علشان يحافظوا على النظام. لأن الجيش مش منتظر منه أنه يكون ثوري، يعني هو ما هوش ده جيش 23 يوليو. لا بس يحمي الثورة كما قالوا، قالوا هنحمي الثورة. هم حاموا الثورة. قالوا هنحمي الثورة، هل هم حاموا الثورة؟ حاموا الثورة بمعنى أن هم حاموا عمل أو يعني دعموا عملية التخلص من مبارك. مبارك وطبعا وقفوا موقف عظيم، ما وقفوش ضد الشعب، وده طبعا كان موقف وطني جدا طبعا. عظيم جدا يحسب لهم بلا شك. إنما ما أقدرش أقول إن الجيش هو اللي بيقوم بالثورة، الثورة دي قام بها الشعب وقام بها الناس. هل بقى الشعب والناس قاموا بالثوره صح؟ لا طبعا، حصل تعثر كبير. ايوه. والتعثر الاساسي بقى حصل ايه؟ ما هو دور المجلس في هذا التعثر؟ يعني حضرتك لا مش حضرتك غيرت رايك، قلت انا كان ليا موقف في البدايه وكنت بقول المجلس العسكري وغيرت رايك بعد كده. لا انا كنت بقول لا، دي حكايه رايي دي هقولها لك بعدين. انا عايز اقول لك ايه؟ ما هو الخطا الاساسي الذي حدث بعد 11 يعني بعد 11 فبراير؟ ببساطه شديده ان القوى التي قامت بالثوره لم تفلح في انها تكون هيئه او هيئه وطنيه او جمعيه وطنيه، هيئه قياده، هيئه قياده، مجلس قياده يعني. وبالتالي ترك الامر تلقائيا لمجلس القوات المسلحه اللي هو في الحقيقه مش ممسكش، مش الثوره اللي جابته ده، الرئيس هو اللي قاله، الرئيس السابق هو اللي مسك الامور اداره شؤون البلاد. وبالتالي اصبحت التبست الامور من اول يوم. المجلس العسكري تصرف برغبه يعني اداره الامور في البلد لما يضمن الاستقرار. فكانت الحاجه اللي عملوها ان هم بصوا على عينيهم مين القوى السياسيه اللي موجوده في البلد اللي تضمن السيطره على البلد؟ الاخوان المسلمين. فحدث هيئه منظمه فراحوا فحصل منذ اليوم الاول ذلك الاتفاق العسكري الاخواني اللي ابتدى يحكم مصر لغايه دلوقتي، واللي بيأثر والذي اثر على كل التطورات السياسيه التي حدثت في مصر. واللي احنا في الحقيقه دلوقتي حضرتك اطلقت عليه اتفاق، هل في مرحله ما كان صفقه ثم اصبح اتفاق وربما يتطور الى اختلاف وصدام؟ اسميها صفقه، اسميها اتفاق، اسميها يعني ايا كانت التسميه، انما بالتاكيد يعني طبعا ما اقدرش اقول ان ده عيب في حد ذاته، انما العيب الاهم برضو على القوى الاخرى، القوى المدنيه، القوى الثوريه التي لم تتوحد وتشرذمت وتفرقت وحتى الان لم تفلح في انها تقدم تكوين قوي متماسك يعكس قوه الثوره ويعكس روح الثوره. هذه المشكله في الحياه لغايه دلوقتي، وبالتالي كلنا يعني بندفع ثمن دلوقتي بلا شك. هل الاتفاق او الصفقه او ايا كان نطلق عليه او الترتيب الذي تم ما بين المجلس العسكري والاخوان، ولا ادري من الذي اختار الاخر، يعني حضرتك تقدر تقول لنا ربما من الذي اختار الاخر؟ لا اقول لك حاجه، هو طبعا الاخوان المسلمون من في طول تاريخهم يعني يجيدوا التعامل مع القوى السياسيه والقوى الموجوده، وانا اعتقد ان هم يعني انا ما عنديش معلومات، انما قطعا كلا الطرفين قطعا سعى الى الاخر. يعني الاخوان رغبتهم في ان هم يوجدوا لنفسهم موقع متميز في الدوله، والعسكريين بحكم رغبتهم في احكام السيطره على الاوضاع الداخليه، فكل طرف كان له مصلحه في الالتقاء بالطرف الاخر. انما هل هو بقى ده اللي هيؤدي بينا للطريق الصح؟ دي مساله ثانيه يعني.
هل نتصور أنه يمكن أن يكون هناك فض للتحالف ما بين الإخوان والمجلس؟ لا، أنا ما أتوقعش حاجة زي كده بشكل حاد، يعني ما أتوقعهاش. الحقيقة في بعض الناس بتتكلم في هذا الموضوع استرشادا به أو في ضوء خبرة مثلا 1954 في مصر، لما حدث الصدام المدوي بين المجلس بين مجلس قيادة الثورة بقيادة عبد الناصر والإخوان، واللي ترتب عليه بعد كده صدام حقيقي. لأن احنا في الحقيقة ما احناش إذا قضاء مجلس قيادة الثورة في الجيش، المجلس القوات المسلحة ما هوش مجلس قيادة الثورة، دول ما هماش ضباط صغيرين ثوريين، دول ضباط كبار يعني ما لهمش علاقة بالسياسة إلى حد بعيد، ويعني وبالتالي الظروف مختلفة تماما يعني. إنما أعتقد إنه إلى حد بعيد سوف تظل هناك مصلحة في هذا التعاون بينهم. طبعا المسألة توقف إلى حد كبير على مدى حكمة الإخوان في التعامل مع المجلس العسكري. هم واضح طبعا أن هم لما حسوا بقوتهم ابتدوا يعني يطالبوا بالمزيد، يطالبوا مزيد من القوة، مزيد من السلطة. إلى أي مدى القوات المجلس الأعلى القوات المسلحة يستجيب لهذا، دي مسألة أنا ما أقدرش يعني أقول فيها كلام واضح يعني. إنما بالتأكيد الفكرة الأساسية في الموضوع أن العنصر الثالث في الموضوع هو الغايب، هو القوة المدنية المصرية، القوة الأحزاب السياسية وشباب الثورة وقوة الثورة، هم دول الغايبين حتى الآن. هل هو غايب اختياره أم تم تقزيمه أم تم إقصاؤه أم تم زي ما احنا ابتدينا نستعمل لفظ الاستحواذ والتكويش على السلطة، سعادة ونشوة السلطة عند جماعة الإخوان، لقوا نفسهم في المجلس وفي التأسيسية وسيطرة عليها، وبعدين بعد كده الترشيح الرئاسي بيتحدثوا عن ائتلاف، حكومة ائتلاف، يعني حاجة. كل الأدوات تبقى في إيديهم. لا طب أولا هذا السلوك، وهذا هو الصدام أظن مع المجلس. أنا أعتقد الإخوان بهذا السلوك بالتأكيد إذا لم يرشد هذا السلوك فقطعا سوف يفقدوا بسرعة شديدة جدا شرعيتهم وشعبيتهم إلى حد كبير. طبعا بالتأكيد إذا مش في هذا الاتجاه. إنما أعتقد أنه هذا ظهور هذا المحور السياسي القوي الإخواني بالتأكيد بيدفع القوى الأخرى إلى أنها تعيد تنظيم نفسها، وهي سياسة كده على فكرة في الدنيا كلها، أن أي رد أي فعل بكل رد فعل، وتكون قوة معينة سياسية بيدفع قوة أخرى إلى أنها تكتل نفسها وأن هي تبني نفسها، وده كويس يعني. أنا في الحقيقة مش عايز أتعامل مع هذه المسائل بمعنى دي حاجة حلوة ودي حاجة وحشة. هذه السياسة في الدنيا كلها أن قوى سياسية بتتصارع بتحدي، فبيكون استجابة لهذا التحدي، وده شيء طبيعي جدا. خدي بالك أن مصر تشهد هذا كله بعد 60 سنة، حيث لا كان في ثورة ولا كان في حرية ولا في أحزاب سياسية حقيقية ولا في أي تفاعلات سياسية حقيقية ولا ناس محلوم أن يكونوا شخصيات أو قيادات سياسية حقيقية. الحقيقة مصر بتدفع ثمن غالي وبتعيد صياغة نظامها السياسي بعد 60 سنة من الفراغ السياسي. أقول لحضرتك تعليقات بقى مشاهدينا بيشاركونا. الثورة كمصطلح سياسي هي الخروج عن الوضع الراهن وتغييره زي ما حضرتك قلت، سواء إلى وضع أفضل أو أسوأ. هل ممكن يكون في ثورة أسوأ؟ لا أسوأ مش أسوأ، لا تبقى يسموها ثورة مضادة بقى. أيوة. باندفاع يحركه عدم الرضا والتطلع إلى الأفضل أو حتى الغضب. قولوا لي أنتم، هل ما حدث في مصر ثورة بناء على التحليل ده؟ أيضا إذا كان نزول 20 مليون واحد في يوم ليس ثورة يا دكتور فماذا يكون؟ يا دكتور ليس شرطا أن تولد الثورة مكتملة، الثورة تكتمل مع الأيام والسنوات. من ده اللي بقول، ما فيش مشكلة. طائر الليل الحزين. لا مش مختلف يعني مش مختلف. حد بيقول لحضرتك ثورتنا تايهة يا أولاد الحلال وشبابها ضاع في وسط المولد السياسي، يا رب المولد يخلص. إنها ثورة حقا، لكن نحن فقدنا الشعور بنتائجها نتيجة البطء والملل. ماشي. وفاء الأرناؤوطي. ماشي. شكرا. ماشي. يا وفاء. ماشي. ماشي. يعني أنا بوري حضرتك شوف إزاي. يعني شوفي، أصل هو إحنا كمصريين واعي جدا. لا مش كده. وعندنا برضو عايزين نشعر بهذا الشيء العظيم إن مصر عملته، أن عملت ثورة. كلمة الثورة لها مضامين إيجابية ومضامين عاطفية جميلة. بالتالي حتى لو كانت الثورة محدودة أو ناقصة أو لم تكتمل، فإحنا بنزعل من أي واحد يقول إحنا عملنا حاجة عظيمة.
يعني انا مصري برضو احب افخر بهذه الثوره. أيوة. وكنت في قلبها. ايوه انما أيوة. التحليل العلمي والموضوعي برضو لازم يخلينا نعرف الحدود الحقيقيه، ويمكن ده يخليني انا يعني ادفع مع العديدين من اللي بيشاركون الراي ان احنا فعلا نستكمل هذه الثوره. أيوة. خلينا نتفق على انها ثوره ناقصه. ثوره لم تكتمل. واعتقد الكل يتفق على هذا. عاطف بالمنيا بيقول لك ثوره يناير ثوره ناقصه بفعل فاعل. شوف ماشي. شوف التعبير الجميل. ما فيش حاجه ناقصه صحيح طبعا. بفعل فاعل. وثوره احرار بس بياكلوها الحراميه. انا اختلف مع الدكتور اسامه، الثوره المصريه هي ثوره لم تكتمل، الثوره الفرنسيه لم تؤتي ثمرها الا بعد سنوات. صح، ده كلام صحيح 100%. انتفاضه بقوه الثوره، يعني اللي عايز يفهمها صح. عادل موسى، ياسمين، نجاح، بشكركم على المدخلات. يعني شوف حضرتك الاستجابه السريعه. شعب بيفكر، شعب بيفكر. ما هو دي احد مظاهر الثوره في الحقيقه. أيوه. ان الناس متفاعله. هقول لك حاجه، تذكري ان احنا الى سنوات قليله قبل الثوره كانت مشكلتها ايه؟ الناس بتتلاقي في الكوره وفي المسلسلات. ايوه صحيح. فين الكلام ده؟ صحيح، ولا كوره ولا مسلسلات. ولا كوره ولا مسلسلات. المسلسلات اتخرب بيتها. بالظبط كده. والكوره قفلت. بالظبط بالظبط. ده يكفي هذا طبعا. ده تغير عظيم جدا في مصر. حضرتك غيرت رايك فيما يختص بالمجلس العسكري في بقاء مده بقاء المجلس العسكري؟ لا هقول لك حاجه، اصلنا الحقيقه مع ان انا راجل المفروض شغلتي الاعلام وفي والصحافه والكتابه، انما اسات التعبير او ما قلتهاش بشكل واضح. فحصل لبس في ال انا كنت اقول ان المجلس العسكري سوف يظل فيه السلطه الى ان تتحقق المهام المطلوب انجازه منها. وانا كان تقديري ان هذه المهام هتاخد فتره من سنتين لثلاثه. طب احنا بقالنا قد ايه دلوقتي؟ بقالنا سنه ونص. قربنا على سنتين. يعني ايه الان؟ طب انا قلت سنتين بس. يعني ما اختلفناش في حاجه. هو المجلس العسكري مش هو اللي لسه قاعد. فرق بين ان انا اقول انا عايز يقعد وبين اقول انه سوف يقعد لسبب لاسباب موضوعيه بحته، وهي انه سوف ياخذ وقت. ما هو انت لما تعمل مجلس الشعب ومجلس شورى ودستور وانتخابات رئاسيه لازم تاخد وقتها، ما فيش حاجه بتتم سلق يعني، واخد بالك؟ فيعني كان تقديري انها تاخد الوقت ده. المهم انها تتم صح. يعني مش مساله المجلس العسكري يمشي النهارده او بكره، ما هو لازم يمشي. وبعدين خدي بالك كمان، المساله مش مرتبطه باراده المجلس العسكري، مرتبطه باراده الشعب المصري نفسه. الشعب الان غير الشعب زمان. وبالتالي المجلس العسكري لن يستمر يوما واحدا اكثر مما ينبغي. مش لانه عايز كده ومش عايز، لان الشعب قاعد وجاهز والناس عايزه تخلص من السلطه العسكريه لنتحول الى سلطه مدنيه باعتبار ده هو النظام الديمقراطي اللي احنا عايزينه. الحقيقه يا دكتور المشهد يعني يشوبه الغموض الشديد، ونحن مقبلين على انتخابات الرئاسه، وحدثت مفاجات النهارده. قريت مقال جميل قوي في التحرير، هفتكر اسم استاذ خالد كاتب، بيقول احنا عشنا في مسلسلات. يعني مش عايزين نتفرج، حضرتك بتسال على المسلسلات، احنا مسلسل المحاكمه ونشوف والمحفه والطيارات الهليكوبتر والناس تضرب في بعضها، وبعدين ما فيش حكم، ونخرج من المحاكمه لمسلسلات ليالي محمود، ليالي باسبيرو، ليالي مجلس الوزراء، يعني ورا بعض، وبعدين نطلع منها بورسعيد ومسلسل بورسعيد ومجزره بورسعيد، بعدين دخلنا في الرئاسه، ده دخل، ده طلع، ده امه امريكيه، ده دخلش جه، مسلسلات احداث. صح. الحقيقه هو قال وصفه حلوه قوي قوي، قال الواحد عايز مخ 10 تمخاخ فوق مخه عشان يلحق يستوعب الاحداث. صح صح صح. المشهد الرئاسي يا ترى هنلحق؟ بيقول لك اكتبوا الدستور بسرعه قبل الرئاسه، ده الرئاسه خلاص. ما هي الحقيقه دي برضو من الحاجات اللي دخلنا فيها بشكل وكأننا بنحط نفسنا في مأزق كده وبعدين نحاول نحلها. تاني الدستور اولا. هقول لك حاجه، يا دكتوره هلا، بصي قطعا كان من الافضل ان احنا، سؤالنا بقى للمشاهدين، الدستور اولا ولا الرئاسه اولا؟ تذكري ان احنا ان كثير جدا من القوى الثوريه طالبت بعد تخلي مبارك عن الحكم فورا بان يكون الدستور اولا ثم البرلمان. فاكره كويس الكلام دي؟ الدستور الاول، الانتخابات الاول كان في ضغط هائل من الاخوان المسلمين للايه؟ صح، البرلمان اولا، واتعمل التعديل والتعديلات اتعملت ومشينا حوالين هذا.
دلوقتي احنا بنكتشف قد ايه هذا النوع من الخيار في مشاكل حقيقيه. الخيار لانك انت لما تعملي لانه هم كانوا مستعجلين علشان عارفين ان الظروف بتخدمهم، وفعلا ده اللي حصل وخدوا المجلسين. انما من عشان كده بقول لك من المهم ان كل قوة تبقى عينها على مصلحة البلد مش على مكاسبها الذاتية. صحيح. وبالتالي وده اللي بنوجهه يعني لكل يعني مثلاً الجماعات والتيارات يعني مثلاً الإسلامية. في ليبيا عملوا والليبرالية عملوا جمعية تأسيسية تحط دستور، وبعدين بعد كده بقت تمشي، لأن الدستور في الحقيقة الوثيقة التوافقية التي تعكس الأمة كلها، تعكس مصالحها كلها، تعكس أهدافها كلها، تعكس قيمها كلها. ثم بعد ذلك نمشي. حصلت الجمعيات دلوقتي حصلت الانتخابات التشريعية، دلوقتي بنقول هل الدستور أولا ولا أم الرئيس أولا؟ برضو بداية لازم الدستور يبقى أول، يعني الترتيب المنطقي. ومع ذلك لو حد قال الرئيس الأول برضو ليها منطق، برضو ما هي السياسة ما بتعرفش بس هيبقى على أي أساس هنرجع نقول بالزبط. رئاسي ولا برلماني؟ إيه صلاحيات الرئيس المفروض تكون في الجول؟ الناس اللي بتقول الدستور أولا طبعا على أساس على بمعنى انه الرئيس يعلم على اي اساس سوف يتقدم، على اي دستور سوف يتقدم، اي سلطات سوف تكون له، وده مهم. انما من ناحيه ثانيه يقول لك لا ده احنا انا ما اقدرش اعمل دستور في ظل المجلس العسكري، يجي رئيس اولا وهذا الرئيس هو الذي يتولى الاشراف على عمليه قياده الدستور. انا شايف يعني كلاهما وجهه نظر لها وجهتها، بس انا مش خايف من في الحالتين، لانه الذي سوف يضمن ان يكون هذا الدستور ديمقراطيا لا المجلس العسكري ولا الرئيس، هضمنه الشعب. يجب ان ندرك ان الشعب المصري كله تغير الان، وانه المطالبه دي الدستور عشان يتكتب لازم الجمعيه التاسيسيه ومواصفات الجمعيه التاسيسيه، وبعدين المجلس هيحشر تاني فيها نفسه. ما هي الجمعيه التاسيسيه برضو كانت احد المعارك اللي ذات الدلاله، لانه للاسف ان ذات الدلاله اللي في ثوره بصراحه واخد ما طبعا لان هو في الحقيقه حصل انه للاسف الاخوان المسلمين لما كانوا بحكم الاغلبيه في البرلمان قالوا جمعيه تاسيسيه يعملها البرلمان وطلعت وهنا بقى بقول لك برضه الشعب مش نايم، حصلت المقاومه لهذه لهذا الموضوع ورفضت الجمعيه التاسيسيه بهذا التشكيل المعيب واتعملت وصدر القرار اللي بيبطلها. انا الحقيقه اللي حصل ده خلاني ارجع تاني ليه اللي بيحصل في العالم، يعني كيف كتب الدستور الامريكي؟ كيف كتب الدستور الفرنسي؟ كيف كتب الدستور الالماني؟ كيف كتب دستور الهند؟ كيف كتب دستور اليابان؟ ما البرلمان ما عملش فيه حاجه، بيبقى فيه جمعيه تاسيسيه ايوه بتشكل من شخصيات محدده هي بتحط الدستور ثم بيستفتى عليه بيوافق عليه. صحيح كلام حضرتك صحيح ان جمعيه تاسيسيه، بس احنا شفنا في بعض الدول وفي دول كتيره اللي فيها دساتير قويه ان جمعيه التاسيسيه دي مثلا قعدت في الهند 6 سنين مثلا. ده كده امتى السن؟ اصل الجمعيه التاسيسيه في الهند الحقيقه اتشكلت سنه 46 قبل استقلال الهند. قبل استقلال الهند وابتدوا بقى يبداوا من الصفر. وخدوا بالك الهند دي فيها 1400 مليون وفيها مش عارف 70 80 او كذا قال ما اعرفش كذا 100 قوميه. مساله معقده جدا. وخدت وقتها، انما لا علاقه للبرلمان بعمل الجمعيه التاسيسيه. كان هناك جمعيه تشكل خصيصا من الامه كلها لكي تضع الدستور. طيب الوقت يعني صياغه الدستور الجديد اين كان هتكون الجمعيه التاسيسيه، وهنرجع معركه ثانيه يكون فيها من البرلمان ولا فيها من البرلمان، مع ان الماده 60 دي بتقول بوضوح اعضاء غير معينين يقومون بانتخاب. انتخاب كلمه انتخاب دي ما قالش ينتخبوا نفسهم. شوفي بصي هو اهم حاجه، ما احنا لو هنخش في المجادلات القانونيه ونختلف مش مجادله قانونيه يا فندم، ما قالش ينتخبوا نفسهم حوالين طبعا لا حوالين لفظه ولا لفظ. بص شوفي وانا اعتقد بعض الاخوان يعني بعض المتحدثين تصرفوا بشكل ناضج وقالوا ما تفرقش عندنا يكون الجمعيه التاسيسيه برلمان، وهذا كان شيء محمود. يعني انا اعتقد انه الناس بتتجاوب، مش ما فيش يعني شوفي انه يتم تشكيل هذه الجمعيه. اولا انا شايف انها تبقى بره البرلمان، ما لهاش علاقه بالبرلمان. نمرة 2 يكون في عنصر مهم من اساتذه القانون الدستوري، واخد بالك؟ ثم يكون في تمثيل لكل فئات الشعب. النقابات المهنيه، الاتحادات، كل القوى الاقليميه. فقهاء دستوريين، يكون فيها دكاتره زي حضرتك. شوفي هقول لك حاجه، يكون ناس يكون فيها في دكاتره، يعني هقول لك حاجه. فرنسا اتعمل فيها
18 من ساعة الثورة الفرنسية لغاية دلوقتي 18 دستور. كل جمهورية تيجي تعمل دستور جديد. الدستور أخيرهم كان شارل دوغول. شارل دوغول سنة 58. عارفة مين اللي عمله؟ كلف فيلسوف فرنسي أظن مش اسمه دوبري أو حاجة زي كده. قال له كلف هو بوضع الدستور واحد فقيه حط صورة مسودة الدستور ثم نوقش الدستور. شخص واحد. أيوه ممكن جدا شخص يكتبه. يعني بمعنى إنه وقد يكون مجموعة. يعني أنا لو سألتيني أنا. بس شخص واحد فير ما عندوش شوفي. ميول كده. لا 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 ولا في لا 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 شوف أنا أتصور إنه أفضل شيء. خلينا دلوقتي يعني أقول لك حاجة. أنا رأيي لو سألتيني دلوقتي. يكلف مجموعة من الفقهاء الدستوريين الموثقات في مصر. مصر فيها على الأقل 10 أسماء عظيمة في الفقه الدستوري. واخد بالك؟ يكلف يقعدوا مع بعض يحطوا مشروع للدستور. وعلى فكره مش هيطولوا ما مش هيخترعوا من الاول ما احنا مش هنخترع حاجه احنا عندنا دستور 71 ودستور 54 ودستور 23 وعندنا خبره دستوريه ما احناش بلد لسه جديده ثانيا المواد الخلافيه في الدستور محدوده يركزوا فيها ويحطوا افكارهم فيها ما فيش اي مشكله في هذا وثم تعرض هذه على لجنه المئة اللي لازم تمثل كل فئات الشعب بكل التفصيلات اللي اتحطت وفي افكار كتيره حوالين عندنا وثيقه الازهر وفي وثائق كتيره تساعد على هذا وعندنا الدكتور البرادعي وعندنا وثيقه دستور اللي كتبه الحقوقيون في كليه الحقوق بالظبط وبعدين عندنا الدساتير المصريه اللي قبل كده دستور عندنا دستور 23 و54 و71 حطوا قدامك ده لو مجموعه فقهاء قعدوا مع بعض لمده أسبوع هيطلعوا لك درافت كويس ثم يعرض هذا الدرافت على لجنة المية تناقشه وتطلع يعني مسألة ما احناش أمة حديثة ما احناش وفي نفس الوقت نمضي بانتخابات الرئاسة أنا رأيي كده ونمضي في انتخابات الرئاسة هنعمل إيه بقى في انتخابات الرئاسة حضرتك يعني رسمك للمشهد خلال الأسابيع القادمة يعني أنا شايف هيكون الانتخابات في مفاجآت لا ما هو دلوقتي اعتقد اللجنه العليا طلعت انا لسه دلوقتي كنت جاي في العربيه وسامع في الراديو انه ما فيش لم تقبل طعون وان اللي اخرجوا من اللي اخرجوا هم يزالوا خارج اعتقد ده هيريح الناس كلها يعني اعتقد ان عمر سليمان قطعا ما كانش مناسب ابدا نيجي المرأة مش ممكن ابدا بعد الثوره اجيب نائب رئيس جمهوريه النظام اللي مش يعني كلام مش 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 منطقي نهائي ايضا أن يجي واحد من الإخوان المسلمين ويقول رئيس الدولة هتعمل قلق في البلد مش هو ده عمر الإخوان المسلمين ما كانوا ما طمعوا لهذا وأنا أعتقد أن أحد أخطائهم التاريخية أن هم رشحوا أنهم قرروا هذا وأعتقد أن بعض الناس الإخوان يعني الأصلاء اللي من زمان الدكتور محمد حبيب سمعته رفض هذا تماما طبعا كان موجود عندنا من يومين كمال هلباوي رفض هذا أنا أعتقد أنه كان خطأ جسيم من هذه الجماعة أنها تعمل هذا الطرش أنا مش عايز يعني إذا لو استبعدنا العسكريين والإسلاميين يبقى كل المرشحين انتوا تحرموا الفرصه وتنافسوا مفيش مشكله خالص وانا اعتقد ان الشعب المصري يكون ميال لهذا انك تجيب شخص بلا لون ايديولوجي ولا عسكري لان مصر بالتاكيد هتبقى اكثر استقرارا عندما ياتي شخص بعيد عن الناحيتين وانا شايف ان يعني طب السباق محتدم في تصورك كده بين ايه الاسماء انا متهيألي هقول لك حاجه انا متهيألي انه في النهايه سوف يقول الى صراع او سباق او تنافس بين عمرو موسى وعمنا ابو الفتوح اعتقد هذا علما بان لا عمنا ابو الفتوح بيقدم نفسه على انه اسلامي بيقدم نفسه على انه راجل يمثل هو النهارده امبارح كان ليه تصريح قال انا لم اترك الاخوان المسلمين بالزبط. ولكني اختلفت معه لكن هو كده. لم ينشق عن الاخوان المسلمين انما قطعا هيظل الانتماء للاخوان هو العنصر الاساسي اللي هو هيقلل من قوته لا مش ممكن يكون لما هو النهارده طب لماذا يعني يصرح هذا التصريح انه انا لم انشق عن الاخوان المسلمين انا ما زلت يعني اخوان مسلمين ولم اتركهم لكني اختلف معهم اختلف يبقى مش ده ممكن يكون بيجمع صوت الاخوان المسلمين بالتاكيد بالتاكيد وعلشان كده انا اعتقد دي هتبقى نقطه سلبيه لو مش ايجابيه عمرو موسى ميزته انه خارج هذا كله خارج السياق كله طبعا الناس تقول لك عمرو موسى من الفلول انا ما اعتقدش ينطبق عليه رمز الفلول عمرو موسى كان
اولا موجود في النظام القديم زي ما كل اللي موجودين دلوقتي كانوا في النظام القديم. الاخوان المسلمين كانوا في النظام القديم. مش كان فيهم هو ال 88 عضو دول مش كانوا في النظام القديم ولا في النظام الحديث؟ ما هو كانوا موجودين الاخوان المسلمين. عصام شرف اول رئيس وزراء ما كان في النظام القديم. صحيح. المساله مش مساله كان في النظام القديم. هل شارك عمرو موسى في افساد الحياه السياسيه؟ ما اعتقد شارك، كان بعيد عن الحياه السياسه الداخليه، كان اساسا في السياسه الخارجيه. هل لعب وتم اقصائه في لحظه ما وكلنا عارفين ان هو كان بالظبط يعني وعارفين انه كان شعبيه. أيوة. ثم انه المهم في الموضوع كمان انك اذا رجل دوله، ربما هو من الوزراء الوحيدين او القليلين جدا في تاريخ مصر الذين حظوا بمثل هذه الشعبيه في وجود رئيس بالظبط. كده ويمكن ده كان سبب لمشاكله. أيوة. أيوة. الاهم من كده كمان ان هو كما يقال في علم السياسه استثمار رجل دوله. يعني عارف من هي الدوله ويعبر عن الدوله. يعني كان رجل وزير، رجل يعني تخيلي انه مثلا في الاذاعات العالميه والاعلام الاعلامي والسياسيين في العالم سمعوا عن الرئيس عمرو موسى اصبح رئيس جمهوريه مصر. عارفين من هو عمرو موسى، عارفين انه شخصيه عامه مثقفه دبلوماسي محنك، رجل دوله، رجل دوله، وبالتالي المسائل تمشي يعني. وبالتالي انا يعني شايف انه ممكن افضل. انما هتبقى المساله منافسه بينه وبين عبد المنعم ابو الفتوح. لكن لا ترى الدكتور محمد مرسي في، يعني هو قد جاء متاخرا الى السباق؟ لا، دخل متاخرا السباق، ودي مساله متاخر، دي مساله مهمه طبعا. وما اعتقدش الشعب المصري يميل ان واحد له لون فايع قوي يبقى كده رئيس جمهوريه. مش بس على الاخوان، لو جه واحد مثلا لا يعني مثلا يعني مثلا لو جه واحد من التجمع مثلا صعب يبقى رئيس جمهوريه، او واحد من الـ من الـ من من حزب الناصري يبقى رئيس جمهوريه. يعني انا اعتقد ان الناس عايزه واحد بمعنى ما يكون بس في وجوه في الشاشه. الاستاذ حمدين صباحي، دكتور بسطاويسي. حمدين البسطاويسي مش مسيس طبعا، ولو ان تبناه حزب التجمع. حمدين شخصيه مخلصه جدا وشخص نقي جدا ومحترم جدا. بس ما اعتقدش ان وزنهم الانتخابي هيكون بوزن الاثنين الاخرين عمرو موسى وعبد المنعم ابو الفتوح. واعتقد انه اذا قالت المساله الى عمليه انتخابيه حقيقيه يكون طرفها الرئيسيين عمرو موسى وعبد المنعم ابو الفتوح، دي حاجة كويسة ويعني ونهاية سعيدة لمعركة الرئاسة يعني. الحقيقة عادل موسى، بما أننا بنتكلم الدستور أولا والرئيس أولا، بيقول أي واحد عايز يبني بيت لازم يعمل أساس البيت ويبني البيت أولا، مش يروح يجيب الساكن. بالظبط كده. احنا بنجيب الساكن قبل ما نبني البيت. الساكن ونبني البيت ونحط التصميم. أيوه، بس نجيب الساكن أول يقعد جنبنا كده. صح. يعني هو فعلا برضو يعني هو الرئيس هيجي يحكم على أي أساس؟ بالظبط كده. بالظبط بالظبط. فحضرتك شايف دي صورة المشهد؟ أنا أعتقد كده، ولو مشيت في المسار ده كويس يعني مش وحش. والناس هي الفكره بقى دلوقتي اتحطينا في المدى الزمني المحدود جدا. المجلس الاعلى للقوات المسلحه عليه مش في 30 يونيو، واحنا دلوقتي خلاص في اواخر ابريل. يعني الحقيقه المده قصيره جدا جدا. انا شايف ان دلوقتي يعني يتحط في اللحظه حاليا يعني بسرعه يعني جدول زمني معقول يعني ياخد في اعتباره التوقيتات، الحد الادنى للتوقيتات الاساسيه. واذا حصلت يعني اختلفت شهر اسبوعين بتاع، مش هي دي القضيه. المهم ان ننجز الهدف، وهو ان احنا نستكمل بناء الدوله المصريه بعد ثوره 25 يناير. حضرتك واحنا في الاعتراضات على المنسحبين المستبعدين، يعني عم بنسمع كلام كتير في اللجنه التاسيسيه، المنسحبون ثم المستبعدون. المستبعدون كنا نتحدث عنهم خلال الايام الماضيه، في ردود فعل عنيفه، في ردود فعل رافضه استخدم فيها، وكنا نتحدث مع الاستاذ عادل حموده عن ردود الفعل التي تهدد سواء بكلمه الكفاح المسلح او باننا يعني الجهاد الدم، يعني دخلت تعبيرات جديدة على الشعب المصري. الشعب المصري شعب مسالم وطيب ومش من النوع اللي بيلجأ إلى العنف في السياسة في تطبيق طبعاً. حتى لما كان بيطلع علشان الرغيف العيش يعني كان يكسر له عربية ولا بتاع، لكن ما فيش عنف دم. صح. أنا أعتقد إيه بقى إحنا كل مصر كل بيقول ناس خايفة، يقول لك هو إحنا داخلين على عنف؟ لا لا لا، أنا أعتقد كل من يرفع هذه الشعارات ويتحدث عن العنف والدم والمواجهه المسلحه او شبه مسلحه هو الذي سوف يدفع الثمن في الحقيقه يعني. ايوه يعني الذي يتحدث عن هذا هو الذي يدفع الثمن في الحقيقه يعني، انا متاكد من هذا. والشعب المصري واعي ورافض لكل هذه الاساليب ايا كانت ملاحظاتنا على اللجنه الرئاسيه
انا رايي انه ما هو في النهايه ما فيش لجنه محصنه، ما فيش لجنه منزهه، انما بما انها لجنه قانونيه وقضائيه ارتضينا حكمها، اذا يجب ان يقبل حكمها باحترام وانتهى الموضوع. اذا احنا عايزين بقى، اذا بنتكلم جد بقى، اذا احنا فعلا عايزين نبني بلد متحضر وبنظام ديمقراطي، اخطات خلاص يعني انا انما ما ينفعش ان انا بعد كل حكم قضائي اقول القاضي ما بيفهمش، ما ينفعش الكلام ده خالص. بس يعني في قضيه زي قضيه الشيخ صلاح حازم واسماعيل في وثائق قدمت كثيره واحنا هنحطها على الشاشه. شوفي اقول لك حاجه، انا رايي انه اللجنه العليا للانتخابات نفسها اخطات خطا بالغا، كانت لازم تقدر ان هذا الموضوع في منتهى الحساسيه. بمجرد انها رفضت الاوراق او رفضت الشيخ حازم، وبمجرد ما ثارت الثوره اللي احنا شفناها في الراي العام دي، كان تاني يوم على طول يعقد مؤتمر صحفي ويوروا للناس قدام التلفزيون هذه هي الوثائق. يعني انت بتقدميها دلوقتي، الشغلات دي كانت المفروض تتم من اسبوعين بالظبط، من ساعتها على طول. علشان مسائل يعني الحقيقه هنا برضو في افتقاد ل نوع، معنى اسف في التعبير، الذكاء السياسي، الحنكه السياسيه التي موجوده في هذه الحاله. انت هذه قضيه في منتهى الحساسيه، ده واحد مرشح رئاسه الجمهوريه، الناس بتشتغل تحت ضغط شعبي وفي ناس مكتظه حوالين حضرتك شفت يوم القضيه؟ شوفي بصي انا الحقيقه حزين، يعني القاضي يحكم هذا حزين. مجرد ظاهره ان تحصل تعمل مظاهرات عند المحاكم وعند المؤسسات القضائيه والقانونيه، هذه كارثه حقيقيه في مصر. ما ينفعش هذه المؤسسات هي التي يجب ان احنا نحترمها. ما هم الدوله في النهايه معناها ايه؟ اهم مظهر من مظاهر الدوله ايه؟ القانون وسياده القانون قبل اي حاجه ثانيه. صحيح. والله بقى طلع قطعا ممكن القاضي يخطئ، ممكن طبعا. انما ده لا يبرر ان انا ارفض القانون ولا سياده القانون ولا المحكمه. ممكن تحصل، انما في قواعد، في اولويات. احنا شوفي أنا متهيألي كده وكأن الشعب المصري، لأن العالم كله بيتفرج علينا، هل هؤلاء المصريون الذين أخذوا لأول مرة في تاريخهم فرصة أن يحكموا نفسهم بأنفسهم من 7000 سنة قادرين يحكموا نفسهم ولا لأ؟ إحنا بائس هذا التحدي. أول دليل أو مظهر للتحضر احترام القانون أياً كانت التمة. بالظبط احترام القانون. دكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر والسياسي كبير، أنا بشكر حضرتك على هذا اللقاء، ولينا لقاءات قادمة إن شاء الله، ما تأخرش علينا المرة الجاية إن شاء الله. لا إن شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد شوية مع ضيوفنا. شكراً مش هتأخر علينا المرة.